في الليالي الصافية اللي ما فيها ضوء القمر، يوم ننظر للسماء من فوق تلال الصحاري أو من فوق الجبال البعيدة عن أضواء المدن، نقدر نشوف نقاء السماء وبريق نجومها. من هالبعيد نشوف فخافت، ومن هالقريب يبهرنا بلمعانه. ومن بين هالنجوم في مجموعة مضيئة أكثر من غيرها، مجتمعين وكأنهم عائلة واحدة، كل ليلة يقضون سهرتهم مع بعض. هذيل هم نجوم الثريا اللي احتلوا مكانة خاصة عن أغلب الحضارات القديمة من شرق الأرض إلى غربها. العيون كانت تراقبها، والخيال البشري كان يروي عنها الأساطير. الأسطورة العربية القديمة قالت بأن الثريا كانت فتاة شديدة الجمال، حبها شاب فقير اسمه الدبران، وهو أحد نجوم برج الثور. طلب الدبران أن يتزوج الثريا، فسأل القمر أن يتوسط له. لكنها رفضته بسبب فقره، فعرض عليها أغنامه كي تقبل به، لكن الثريا أصرت على الرفض، فاتبعها الدبران منذ ذاك الوقت وصار رمزا للوفاء، بينما أصبحت الثريا رمزا للغدر. ورغم ذلك كان العرب يتشائمون إذا هبط المطر في وجود الدبران، خوفا من الجدب والفقر، ويتباركون بهطوله في وجود الثريا. أما الإغريق فاعتبروها مجموعة من الخوات الهاربات من أحد آلهتهم، واسمه الجبار. هذيل الخوات هم بنات أطلس اللي كانوا على وشك أن يموتون من الحزن على أبوهم، فحولهم زوس إلى حمائم. لكن الجبار اللي كان صياد عملاق راح يتعقبهم، فقتلته أرتميس ربة الصيد. وحولته إلى برج في السماء، وما زال يطارد الحمائم اللي صاروا عنقود من النجوم. أغلب الحضارات القديمة تمكنت من رصد نجوم الثريا لأنهم كانوا يستخدمون تجمعات النجوم للاهتداء بها عند السفر ليلاً ولتحديد مواعيد الفصول، وأطلقوا عليها الكثير من الأسامي. فكانت الحضارة المصرية القديمة تسميها نيت على إله السماء عندهم، أما عند الهنود فكانت كارتيكيا أي إله الحرب عندهم، وعند الإنكا كانت سو أي البذور المبعثرة. السبب الرئيسي وراء الرصد الواسع لنجوم الثريا هو سهولة رؤيتها بالعين المجردة حتى لو كانت ظروف الجوية سيئة قليلا. في سنة 1579 تمكن العالم مايكل مايستلر من رصد حوالي 11 نجم من نجوم الثريا، وتحديد أماكنهم في السماء بدقة من دون استخدام تلسكوب فضائي. وأول من رصدها باستخدام آلات الرصد كان العالم غاليليو غاليلي سنة 1609 ميلادي، وتمكن وقتها أن يشوف 40 نجم من نجوم الثريا. نجوم الثريا تظهر وكأنها قريبة، ولكن هي تبعد عن الأرض 444 مليون سنة ضوئية. وأغلب الناس تقدر تشوف 6 إلى 7 نجوم من نجوم المجموعة. ولكن سؤالنا هو شو نعرف عن هذه المجموعة؟ الثريا مجموعة نجمية صغيرة نسبيا تابعة لبرج الثور، واليوم تم رصد الثريا بواسطة الأشعة تحت الحمراء. ولاحظ العلماء أن عنقود الثريا محاط ببقايا غبارية وصخرية هائلة، ويعتقد أنها نشأت
من اصطدام الأجرام السماوية مثل الكواكب والكويكبات ببعضها، وأيضا يعتقد أنها المصدر الرئيسي لتكون الكواكب الصخرية. يوم يصطدم الغبار يتجمع ويتكدس مع بعضه حتى يكون صخور، وبعدها تتجمع هذه الصخور وتكون الكويكبات والكواكب. عنقود الثريا يعتبر من العناقيد الكونية الحديثة نوعا ما. الدراسات تقول أن عمره حوالي 125 مليون سنة تقريبا. بما أن عمر الكون حوالي 14 مليار سنة، فالثريا تعتبر صغيرة بالمقاييس الكونية. أكثر الأدلة الواضحة عن حادثة عنقود الثريا هو تقارب نجومها، وأيضا لأن ما فيها نجوم من نوع العملاق الأحمر اللي هي مرحلة من المراحل الأخيرة في حياة النجوم. ولكن رغم هذا الشيء، واجه العلماء مشكلة في تحديد عمر عنقود الثريا بعد ما اكتشفوا أقزام بيضة فيها، ومرحلة الأقزام البيضة تظهر في نهاية حياة النجم، يعني بعد مرحلة العملاق الأحمر. وجود عدد كبير من الأقزام البيضة في عنقود الثريا أمر مثير للدهشة. ممكن نشوف الثريا بالعين المجردة في سماء صافية كمجموعة صغيرة من النجوم المتلاصقة، ولأن أضواء نجومها متقاربة فمن الصعب أن نميز كل وحدة من نجوم الثريا بشكل مستقل. إنزين، إذا كنا حابين نشوف الثريا في الليل، كيف ممكن نعثر عليها ووين لازم ندور حتى نقدر نشوفها؟ إذا كنتوا ترصدون مع وجود سماء صافية، فالعثور على الثريا ما بتكون عملية صعبة، بس توجهوا إلى نجم الدبران اللي هو جزء من برج الثور، وواحد من أكثر النجوم لمعان في السماء، وعلى فكرة حجمها أكبر من حجم الشمس بحوالي ضعفين، واللي مثل ما قلنا في القصة إنه على طول يتبع نجوم الثريا. بعد ما لقينا الدبران بنشوف مجموعة من النقاط اللامعة المتلاصقة ببعضها اللي من السهل انكم تميزونها، وطبعا لازم تكونون حريصين انكم ترصدونها من خارج المدينة بعيدة عن أضوية البيوت والشوارع اللي بتصعب من انكم تميزون عنقود الثريا. وعلى فكرة أفضل أداة لرصد الثريا هي المنظار، ويوم نقول المنظار مو قصدنا التلسكوب، بل المنظار العادي اللي ما تتجاوز درجة تكبيره ل 12 مرة. والسبب الرئيسي وراء هذا الشيء هو المساحة الكبيرة اللي تحتلها الثريا في السماء، ويخليها تحتاج إلى حقل رؤية واسع وتكبير قليل. وعند رصد الثريا بالمنظار تحت سماء صافية يمكن رؤية 9 أو أكثر حتى من نجومها بكامل الوضوح، وبتكون لامعة وجميلة جدا. النجوم في قديم الزمان كان مثلها مثل القمر، ترافق الإنسان وترشده في الليل. وعبر التاريخ نلاقي الكثير من القصص تروي عن تعلق الإنسان بالسماء ونجومها وكواكبها وأقمارها. هذا الشغف بالفضاء ما راح ينتهي طالما الفضول يتحكم بمخيلة الإنسان ويرسم في عقولهم صور عن اللي ممكن يتعرفون عليه في الكون الواسع.